string on, ma nocta string davanti di SM class, string, string, then, بنحط اسم السترينج مثلا str تساوي well we have to have double quotes A, B, C, D, E. Okay, and see if we print it. System dot out dot print line str run. Okay, A, B, C, D. Tamat. طبعا هاي equivalent to لو خرجنا array char مثلا data da زي هيك equal to array of characters a هنكبرها شوية a on B C password D آخر واحدة E اوبس نحط سماي كولن بعدين نروح نخلق دايناميك سترينج سترينج اس تي ار تو ايكوال تو يو سترينج وهذا الكونستراكتور للكلاس اسمه سترينج على الجهة الثانية وبعدين بنحط data زي هيك بنحط semicolon str2 هي نفس الاشي كأنه لنا string نروح نطبعها system dot out dot print line str2 نعمل run هيها طبعت A B C 2 نقدر نحط هنا print line C print system dot out dot out dot print line زي هيك وبنحط سطر نشوف اذا بطبعه string هاي طبع الخط هسه في عندنا concatenated string اذا بدنا نشبك مثلا string او damage two strings str1 او بال st1 بنسميه equal to 1 وبعدين حط int هون وعندنا كمان string st2 equal to مثلا 2 حصل مكان بس بدنا نعمل string ثالث str ping str 3 equal to st1 plus st2 بعدين print line str 3 زي هيك اوبس بنحط هاي سيستم
system that out that print line A S T three, and we run it. Up S T R three, huh? The خط أحمر. A run should print one and two. A had one and two. اوكي هسه شو بدنا نسوي؟ عشان نعمل بدنا نمسك هذول بنوديهم على نوت باد كوبي نرجع لهون بدنا نروح نشوف كيف نطبع characters نحول نستخدم string class methods اوكي لما نحول string to ASCII شو بنعمل مثلا عندنا حرف زي هيك char equal to I mean C equal B نحولها إلى ASCII نعمل زي هيك testing for print system dot out dot print line بدنا نحط int casting قوسين casting يعني تحويل من data type إلى data type وبعدين حط ال string اللي بنحوله اللي هي C أشوف بيشتغل ولا لا هاي طلع حولنا 98 ال B هي 98 ال A هي 95 هسه لنفرض انه بدنا نحول string بالكامل الى ASCII كيف بدنا نعمله وسؤال جيد نعلن string string مثلا اسم string name equal to مثلا علي بابا بنحط كاما هون بنحط space بين هذول الاثنين بنجرب هاي المثل فهو int بنحط ASCII equal to name dot to طبعا char array هاي مثل بنحط zero زي هيك نروح نحكي print system dot out dot print line اللي هي ASCII أو نعمل run بس طبع هو إيش أي خانة طبعا طبعا ال 65 اللي هي علي بس إذا بدي أحولها لسترينج أمين بدي أعمل لوب لحتى بحوله كله إلى إيش كاركترز
اوكي، فشو اعمل؟ 4 اوبس كابيتال، 4 and i equals 0. او طبعا ان السترنج المستخدم هو نيم هذا علي بابا، سنستخدم نيم دوت، في عندنا ميثود بتعيد اللينك ال ان جي طول يعني لانه دايناميك سترينج. بعدين second counter نعمل اللي هو i plus plus، فصرنا نعرف ال body of the loop. فرو نفتح pause، بنسكر pause طبعا ولا سكر حاله، بس في عندنا اشي هنا شو هو name that link i plus plus، شو غلط اللي هون for int i. بروح لهون شوف compatible type int cannot be converted to boolean. والله حلوة هاي، int i equals 0. قلنا نحط i less than length، انا هون في عندنا binary condition، هون ما من بدنا نحط less او bigger than or something had to تطلع binary true or false. هسه نجي هون لعلي character care مثلا care x equal to name that care at اللي هي أول واحدة، هاي method اللي ملونة care at i. بعدين semicolon، وبعدين بدنا نحوله إلى int ascii sc، بس إن ascii معرفة فوق فبدنا نغيرها ascii 2 مثلا equal to and character. طبعا هاي يعني character where kx character لل int is casting، تحويل من data type إلى data type، فنحول من character إلى integer. هسه شو بدنا نعمل؟ فنروح نطبع system dot out dot print next line زي هيك، بعدين بنحط observation letter i، بنحط ال character chx plus، نعمل concatenation of the string. يعني concatenation و output هاي m، هاي ال character وصلنا على concatenation و string equal to استمروا على الجهة الثانية plus نعمل ايش في المطبع، بدنا نطبع هاي ASCII 2 ASCII II 2. بعدين بنروح نعمل concatenation plus الآن ماذا نريد أن نفعل؟ نضيف كاما بينهم، نحط فاصلة منقوطة، نعمل شوية سبيسات، بس هذول عشان ما يبقى في عندنا print c هون بدنا نعقب عليها commented، so I will not keep paying another line. اوكي نعمل run، well هم مضعين اي واحد a تساوي ascii 2
علي وهاي ال تساوي اسكي 2 لويش دائما 2 سؤال برنت الكاركتر الكاركتر هي ايش هاي اسكي 2 لويش طبعا اسكي 2 هون اسكي 2 مش لازم تنطبق لازم نحطها مش between two strings اوكي هسه هاي بعدها شويه هاي شويه نعمل formatting وروح نعمل كمان print هيو a صارت 65 l صارت 108 i صارت 105 وبتلاحقها طبعا من هاي الى حد اخر حرف اللي هو 97 ال A هسه بدنا نروح نشوف another class another class method او ممكن نعملها بطريقة ثانية هاي ممكن نعملها بهذا الاسلوب for int i well ممكن بس خلاص عملناها بهاي شكرا مثل ثانية هسه نستخدم ميثود هي comparing two strings strings if they are equal to حطينا هاي تبعت بايثون they are equal if these strings are equal to نروح نعمل method هنا public static ترجع خليها ترجع string compare بنسميها تاخذ string A و string B بعدين نفتح قوس بعدين شو نعمل بدنا نستخدم ال string class methods الأول واحدة مثلا return well if they are equal مثلا نكتب if s1 من A هاي الفانكشن equals هاي C++ function هاي بينت بعدين هسا B بنروح لهون return string equal else وهي شو بتعيد هنا ايش بتعيد الفانكشن هون if a في عندنا غلط بتعيد boolean value true or false بعدين if a dot equals b وهون نحط اقواس زي غلط ثانية لما نتعود عليها return equal بحط سماك كون
else return not registering, return not equal. بعدين close the A, close the semicolon. هاي هون بعدين semicolon. هاي ال string مش مساعد هون. هسه بنستدعي هاي function from main من اكتب to string, string مثلا s1 equal to abc semicolon string s2 من s2 equal to كمان abc كمان نحط نظر string نستخدم هاي اللي هي string s3 equal to new string 1. Okay, as we study other functions, I'm going to study a function now and now. Print compare version of the border compare s1 s2 وحط قوسين semicolon كمان print oops انا استخدم من اي لغة ثانية استخدم print f of system dot out dot print line by then system dot out print line اللي هي s1 s3 ليش عندنا الخط هون مش مبين also suitable method found بنستدعي الميثود compare وهاي cos وهاي cos الآن بنجرب well أول واحدة equal صح لأن مظل اثنين equal الثانية not equal صح لأن هذول ال S1 وال S3 هما not equal سأخذهم وديهم نوت بعد نعمل class نكتب a method in a class بس خلينا نكتب method in a class هنا نشيل هذول ونشيل هاي ونسمي هاي compare to اوكي ونكتب هاي method هنا يعني our own method f نفتح قوس A equal equal B خليها ترجع return equal else oops return equal in the string with the semicolon else, oops, hello, the keyboard. Else, return
not equal. بدها تشتغل our own method. صار لها شوية كمان راح تستمر كمان نعمل هنا string oops capital letter string s1 equal to abc semicolon string s2 equal to abc بنحط هنا فاصلة منقوطة و string s3 equal to 1 بشوف إذا هتظبط أول واحدة print لا system هاي system dot out dot print line compare less than ARE to S1 و S2 شوف إذا في أخطاء إيش نعمل run ونحط print line somewhere on عشان هذول يروح بس مش مشكلة هي print أعمل run equal so هاي أول واحدة اثنين equal عملناها زي هيك طيب not equal بنغير هاي ال S2 S3 return طبعا انت عارف not equal يعني اذا هاي ال condition هون binary condition is false راح يروح على else ويرجع على default طيب ايش هي bigger than or smaller than well نقدر نحط هون statement نجرب bigger than if a bigger than b معناها بنحط هون a زيادة a return bigger or bigger هون g else not bigger not bigger not big and space هون نعمل run كانسل في الغلطة if a bigger than b شو الغلطة هنا if a شوف هاي شو بقول bad operator type or binary operator first type string second type string اها طب كيف نسويها a dot length length bigger than b dot length let's نجرب bigger okay now صح وهذا bigger استخدمنا length أو بنقارن character character نعمل loop ونقارن حرف حرف شكرا هون لحد اليوم نوقف هون وهي الكلاسز غير موجودين اوراكل كلاس سترينج اوراكل موجود فيها في كل الميثودز فور فاذر اكسرسايزز اوكي باي باي ناو